السلام عليكم. رجعت لنفسي فاتهمت حصاتي، وناديت قومي فاحتسبت حياتي. رموني بعقم في الشباب، وليتني عقمت فلم أجزع لقول عداتي. ولدت ولما لم أجد لعرائسي رجالا وأكفاء، وأدت بناتي. وسعت كتاب الله لفظا وغاية، وما ضقت عن آي به وعظاتي. فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وتنسيق أسماء لمخترعاتي؟ أنا البحر، أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟ فيا ويحكم أبلى وتبلى محاسني، ومنكم وإن عز الدواء أساتي. فلا تكلوني للزمان، فإنني أخاف عليكم أن تحين وفاتي. أبيات من قصيدة للشاعر المصري الكبير حافظ إبراهيم، قالها بلسان اللغة العربية، يصف فيها واقعها وتخلي أبنائها عنها والتهم الموجهة إليها. واقع نحاول أن نقف على جوانب منه في حلقة هذا المساء من برنامج المشهد بمناسبة ذكرى اليوم العالمي للغة العربية، مع الأديب والشاعر متنبي موريتانيا الدكتور ناجي محمد الإمام. أهلا وسهلا دكتور. أهلا وسهلا دكتور. لنبدأ من آخر الأبيات التي قرأت لحافظ إبراهيم: فلا تكلوني للزمان، فإنني أخاف عليكم أن تحين وفاتي. هل أضحت اللغة العربية اليوم فعلا موكلة للزمان، وأضحى يخشى عليها أن تحين وفاتها؟ بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدي ومولاي رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لهذا نتحرك وتتحركون جميعا، لهذا تخصص قناتكم الموقرة وقتا لاستضافة شخص متواضع مثلي ليتحدث عن ما تعانيه اللغة، أو ما يعانيه أهل اللغة العربية، لأن اللغة العربية لا تعاني، لا تعاني من قصور ولا تقصير ولا عجز، إنما نحن من يعاني. يقول صديقنا الرئيس التونسي السابق المرزوقي: إن العرب لا يستأهلون لغتهم. البارحة كنت أدور في مروحة من المواقع على مستوى العالم حول اليوم العالمي للغة العربية، فوجدت أن أستاذا باحثا من بنغلاديش نشر تصورا للنهوض باللغة العربية في بنغلاديش، ليس في العالم العربي ولا في الوطن العربي ولا في الأمة العربية، في بنغلاديش، وكأنما يقول: علينا أن نتولى إغاثة وتحسين وضع اللغة العربية في بنغلاديش، كأنما ليقول لنا: العار يتحمله أهلها، وهو من أهلها لأنه من أمة القرآن. فهذه اللغة لا خوف عليها، الخوف على أهل اللغة، لأن الشرذمة والتوزع والتشتت والشيع هو الذي أدى إلى ضعف اللغة العربية فيما يخص استعمالها، لا فيما يخص مدلولاتها ولا قدرتها. هذا العيد أو هذه الذكرى أو هذه المناسبة أو هذا اليوم الذي نحتفي به يوم أقرته المنظومة الدولية إقرارا منها بقيمة اللغة العربية ماضيا وحاضرا ومستقبلا. من الثابت الآن علميا أن اللغات الحية على مستوى العالم خلال 50 سنة القادمة ستستنفد جميع إمكانياتها في التطوير لملاحقة العلم. عندها بعد 50 سنة ستكون اللغة العربية لما تستهلك بعد أكثر من 30% من قدرتها على الخلق والإبداع والتولد. ورغم ذلك دكتور، الآخرون حققوا بلغاتهم معجزات فكرية وصناعية تماما كبيرة، تماما، لأن هذه اللغات أهلها يدرسون بها من الروضة إلى الاختراع. والثابت أن الولد الذي لا يتعلم بلغته قد يقلد العلم ولكنه لا يختلف. لذلك لا تستطيع الآن أن تجد إنجليزيا مخترعا إلا وتعلم بلغته الأم، ولا كوريا اخترع إلا بلغته الأم، ولا يابانيا إلا بلغته الأم، ولن تجد الآن من بين المخترعين إفريقيا أو عربيا تعلم بلغة أخرى. قد يكون نابغة في علم،
قد يكون قويا، قد يكون مدرسا ناجحا، ولكن العلم الذي أخذه ظل كما يقول المثل براني عليه، لا يتمثل، لأنه ليس من رضاع الأم، ليس من لبان الأم. وهذا أصبح من الثوابت على مستوى العالم. أنا دائما في هذه المناسبات أطلب من الناس أن ينظروا إلى نموذجين اثنين، النموذج الكوري الجنوبي والنموذج الزائري. زائر الأطفال فيها من روضة الأطفال إلى منتهى التعليم العالي، تعلمون باللغة الأجنبية الفرنسية. ومع هذا الزائر حتى الآن في الرتبة ما قبل الأخيرة في سلم التنمية البشرية، الرتبة ما قبل الأخيرة، لسببين: أولا اللغة عاجزة، أصبحت عاجزة، وهذا شيء طبيعي، لغات تشيخ، تخلق، تنمو، تحبو، تتكهل، تتشب، وهي لغة جميلة وساهمت في الحضارة الإنسانية ولكنها في حالة ارتكاز. هذا السبب الأول. السبب الثاني أنهم لا يتعلمون بلغته الأم، فكيف يستطيع الزائري أن يخترع؟ مضافا طبعا إلى هذا البيئة، مضافا إلى التخلف، مضافا، لكن كل التخلف في أن تحس بأنك متخلف. النموذج الثاني هو كوريا. كوريا لا تملك أحرفا مثل الصينية واليابانية، هي إشارات إلى جمل، أصوات، تمثل أصوات. ومع هذا معدل الاختراع السنوي في كوريا الجنوبية يوازي ويزيد على معدل الاختراع في كل المجموعة الأوروبية. من هنا المشكل فينا، العيب فينا وليس باللغة العربية. إذا كنا ننتظر حتى يخترع الفاكس لنختصم في المجامع العربية على ترجمته، هل هو فاقس أو فاكس أو ناسوخ أو بريد مصور؟ ما الفائدة من هذا؟ أن نظل نلاحق بلهاث منقطع النظير لترجمة مصطلحات لا نشارك في اختراعها. جهد جيد، ويمنع على الأمة أن تسيل وتنجرف في غير لغتها، ولكنه ما لم يتبع بعملية تعليمية تربوية علمية لن يؤتي ثماره. طيب، هذه أمثلة يعني ماثلة وحية. لو أردنا توصيف لواقع اللغة العربية اليوم، كيف تصفونها؟ لغة حية، جميلة، متطورة، قادرة، أكثر من أي لغة في العالم. أقولها مرة أخرى، أكثر من أي لغة في العالم، ويحفظها القرآن، ولكن العيب في أهلها. ماذا تريد أن نفعل نحن 3 ملايين نسمة في موريتانيا، حي من أحياء القاهرة؟ ماذا نستطيع أن نفعل للحفاظ على اللغة العربية غير أن نستعملها؟ لكن هل نستعملها فعلا؟ هذا هو السؤال، لا نستعملها. الذنب الجريمة أننا لا نستعمل لغتنا. اكتفينا بأن الدستور يقر بأنها لغة رسمية، ولكن ما فائدة لغة رسمية لا يتعلم بها ولا تقدم بها شركة الكهرباء فاتورتها، ولا تقدم بها الضرائب جردا عن مستحقاتها على المواطن العادي؟ ما فائدة هذه الرسمية؟ ترسيم اللغة العربية هو بجعلها الأداة المشتركة بين الإداري والمدار، بين التلميذ وأستاذه، بين السبورة والتلميذ، بين الطالب والمخبر. هذا هو اللغة العربية، هذا هو التعريب، هذا هو ترسيم اللغة العربية. صحيح أننا لسنا وحدنا في هذا العيب، ولكننا في عيب وحدنا، هو أن إدارتنا ما زالت مفرنسة. المغرب من الدول الأكثر عمقا في الفرنسة، ومع هذا العمدة والوالي والقال اسمه هذا العامل يكتبون رسائلهم ومعاملاتهم باللغة العربية، وزادوا عليها بأن كتبوها بالأمازيغية، وهذا حقهم، والأمازيغية لغة وطنية ويجب أن تحتل مكانتها. هذا من باب قرب الإدارة من المواطن، وهو مبدأ في الإدارة معروف، ومبدأ في التنمية أن تكون الإدارة بلغة المدارين لا بلغة الأجنبي.
الغريب أن السنوات الثلاثينيات والأربعينيات والخمسينيات ونحن تحت الاستعمار الفرنسي كانت العلاقة بين المواطن والإدارة الفرنسية تتم باللغة العربية. الفرنك الفرنسي في إفريقيا إلى حدود سنة 48 كان مكتوب عليه اللغة العربية، لأنهم يريدون التعامل مع المواطن، يريدون إبلاغ رسالة تمزيقية مسخية ولكن بلغة صاحبها. التبشير الآن يتم بماذا؟ باللغة العربية، التبشير المسيحي، حتى التبشير الهندوكي يتم باللغة العربية. المذاهب النحل الضالة تغزونا باللغة العربية، البهائية والأحمدية تغزونا باللغة العربية. ربما تلاحظ التلفزيون البهائي الذي يبث من لندن بلغة عربية رائعة جدا، ويستشهدون بآيات من القرآن وهم يحرفون القرآن الكريم، ومع هذا يستعملون هذه اللغة. لم يقولوا هذه لغة عاجزة، قالوا هذه لغة بليغة مبلغة قادرة على التبليغ. طيب بناء على ذلك، هل يفهم من هذا أننا يعني ننتج جيلا غير متصالح مع لغته؟ ننتج أو جيل أجيالا ربما؟ ننتج جيلا غير متصالح مع أي شيء، لا هم غربيون لا هم متبرنسون. أسوأ وضع الآن تعيشه لغة هو وضع اللغة الفرنسية في موريتانيا، لأن المتعلمين لا يتقنونها. كل العناوين، أكاد أجزم بأن كل العناوين سواء كانت على الورق الرسمي أو على الشوارع أو على الواجهات، هي لغة يستيقظ منها فولتير مذعورا. أطم الواقع الهم الواقع اللغة العربية، بمعنى أننا ننتج جيلا لا هو بالمتبرنس. رغم ذلك حتى ما هو موجود من اللغات العربية واقعه مزرم. كائنا ما كان الحال تستطيع أن تصلح للتلميذ أن الفاعل مرفوع، ولكن أن تصلح كومبليمنت اوف ديريكت لمدير إداري ومالي، وهذا رأيته بعيني الأسبوع الماضي. فهذه تعصبة اللغة العربية. اللغة العربية الآن مشكلتها في الطبقة المثقفة، المثقفون عندنا يرحلون مع الموضة، يرحلون مع المتغلب، يرحلون، هناك استنزاف واستلال. لكن هل اللغة العربية قادرة فعلا على أن ترحل مع الموضة، على أن تسايرها؟ اللغة العربية هي واحدة القادرة على أن تسير الموضة، على أن تسبق الموضة. أعطيكم مثالا، المشرق العربي يتجاوزنا بمسألة جوهرية. المشرقي العربي لم يعرف اللغة الأجنبية في حياته اليومية، يعرفها كاختصاص، ولكن لا يمكن، لا توجد في سجلات تاريخ المشرق أن تعاملا تم ذات يوم بغير اللغة العربية. لذلك عندما يأتيهم الهاتف المحمول يسمونه محمولا أو نقالا أو خليويا. لا تجد في الشام ولا في مصر من يقول لك أبونوا، يقول لك اشتراك. وهذه شريحة، على الأقل هو متصالح مع ذاته. لكن مصيبتنا مع الاستعمار الفرنسي أنه يمسخ الذائقة. لهذا يقولون إن الاستعمار الإيطالي غبي والبرتغالية والإسبانية دينيان والإنجليزية اقتصادي والفرنسية ثقافي. الاستعمار الفرنسي يمسخ من يستعمله، يستبدل لغته وعاداته إلى حد هز المناكب. إذن نحن مصيبتنا في الاستلاب، عملية الاستلاب الحضاري لا دواء لها. ما المانع من أنه واحد يقف عند بايع شرائح يقول أعطيني شريحة؟ هو شريحة من أبون ما؟ ما معناها شريحة؟ نحن أبون ما يسموها الشريحة، سيم بين أبون ما معناها الاشتراك. اشتراك ما عندها كريدي، هي حتى نطقها سيء، نطقها سيء، ليس نطقا سليما.
وهو رصيد. هذا أيضا من الناطقين بها وليس منها. هذا من مرضنا، هذا من أمراض العامة عندنا. ربما عندنا عقدة من الآخر، عندنا كموريتانيين وليس عند الآخر. منها أنك تجد عائلة موسرة ميسورة، ميسورة الحال، وعندها خدامة. كل العائلة من الولد إلى رأس العائلة يحاولون التفاهم مع الخدامة والخادم بلغته التي لا يتقنونها، ولكنهم لا يعطونه الفرصة الحضارية ليتعلم لغتنا. أعود للمثل المشرقي، يقال إن إحدى الجامعات انتدبت 3 أساتذة لتحسين خبرتهم بالإنجليزية بطريقة معروفة في تعلم اللغات تسمى تعلم عند الساكن. تختار منزل يتعامل معها، يؤجر من عنده الإقامة لمن لا يتكلم اللغة ليصبح مرغما على التفاهم مع أهل المنزل. فذهب المسار والثلاثة إلى قرى نائية في مقاطعة كنت في بريطانيا، وكذا 6 أشهر ثم عادوا إلى القاهرة. فأراد أستاذهم أن يختبر بماذا جاءوا، قالوا لم نحتج لم نحتج إلى الإنجليزية. قالوا كيف فعلت؟ قالوا نحن علمناهم عربي. هذه القدرة على الذات، شعور بالذات، هنا في أبعد سلبياتها. لكن هذو المصريين 3 عربوا أسرة إنجليزية ولم تستطيع أن تبرطنهم. إذن مشاهدينا الكرام، نتوقف مع فاصل قصير ثم نعود لإكمال ما تبقى من هذه الحلقة من برنامجكم المشهد. فاصل قصير ثم نعود، ابقوا معنا. تعلن قناة المرابطون لجميع المشاهدين الراغبين في الإعلان على القناة أنها تضع خدماتها بين أيديهم: تقنيات عالية في التصوير، في المونتاج، في الإخراج، وفي الجرافيكس، معدات وآليات متطورة بالغة الجودة والدقة، فنيون مختصون في مختلف المجالات، وصحفيون أكفاء. لإعلاناتكم ورعاياتكم وتغطيات نشاطاتكم يرجى الاتصال على الأرقام التالية: المرابطون، قناتك الأولى في وطنك. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في الجزء الثاني من هذه الحلقة من برنامجكم المشهد، والتي نحاول أن نقف فيها على واقع اللغة العربية في ذكرى يومها العالمي مع الدكتور الأديب والشاعر ناجي محمد الإمام. أهلا وسهلا دكتور. مرحبا. إذن دكتور، الجانب الرسمي تحدثنا عنه فيما يتعلق باللغة العربية، وقلتم إن الترسيم لا يكفي وحده. الجانب الآخر، المجهود الأهلي، المجهود المجتمعي وغير ذلك، هل هو يرقى إلى المستوى المطلوب فيما يتعلق باللغة العربية؟ أبدا لا يرقى إلى المستوى المطلوب. اللغة العربية ليست فقط قضية ترسيم، اللغة العربية قضية مشاكل في اللغة ذاتها. قلما دائما ننسى أن نتكلم عن الإصلاحات الأكاديمية اللازمة للغة العربية. نحن نعاني من عدة مشاكل علميا في اللغة العربية. مثلا مشكلة الشكل، المحص، التشكيل، هي اللغة الوحيدة في العالم التي تفهمها لتقرأها. أمامك النص الذي أمامك الآن، لا بد أن تفهمه أولا قبل أن تقرأه، وهذه عقبة تقف أمام الأجنبي لتعلم اللغة. لا بد من طريقة تدمج بها الشكلات في النصوص، وهي صعبة وتحتاج. لو كنا أعطينا الوقت اللازم للتفكير والتقدير في هذا الأمر لحل من زمن بعيد. مضاف إليه ما يسمى في علم اللغة الفراغات،
تعرف أن الراء يخلق فراغ تحتي في السطر، الألف يخلق فراغ فوق في السطر، واللغة الحرف يتجه إلى أن يكون إلكترونيا آليا، أن يستجيب للخلية المربعة، وقد استجاب لها ولكن بجهد جيد. هناك مشاكل في الإملاء، هناك مشاكل في التقعقر في الإعراب، وهناك إعراب لم يعد مطلوبا، إمعان في التقعقر في اللغة لم يعد مطلوبا. نحن في عصر سرعة، يجب أن نيسر لغتنا للآخر وللولد الذي يتعلم بلغة أخرى ويجد أنها بسيطة وقابل الاستيعاب. لكن هل هذا ما يخصنا هنا أم هناك ما هو يعني لا ما هو أجدر بالاهتمام؟ هذا فقط حتى لا نهتم على الأقل حتى نرى اللوحة من جوانبها. مشكلة اللغة العربية ليست فقط الترسيم، إنما مشكلة اللغة العربية في أبنائها، في تفكير أبنائها الذين ينقسمون إلى مقدس يريد أن لا يمس هذا وأن يظل حكرا على أربعة أفراد يعرفون نصوصا صفراء فات الزمن، وبين مجموعة تريد أن تتخلص من كل هذا وتجعل منها لغة مهلهلة لا تؤدي نتيجة ولا تحافظ على أصل. اللغة العربية هي اللغة الوحيدة في الكون التي تجمع بين الدنيوي والأخروي. أي مساس بأصول اللغة مساس يعتبر مساسا بمقدس، وينعكس على العقيدة، وينعكس على الموروث، وينعكس على المتوجه، وينعكس على آخرتنا التي هي قبل دنيانا. ولكن أي إيغال أو تفريط وتسخير للجانب الموروث يساوي ارتكاسا ونكوصا على الأصل. صحيح أن هذه مسائل قد تنتظر ويمكن أن تنتظر. نحن الآن معركتنا السلمية دائما وأنه يجب أن تفعل المادة المتعلقة باللغة العربية في موريتانيا أولا، في موريتانيا أولا يجب أن يطرح قانون لتطبيق المادة الدستورية التي تقول إن هذه هي اللغة الرسمية للبلاد. دائما أستشهد بفرنسا لأننا هنا نعيش تحت ظل فرنسا على الأقل ثقافيا وعلى الأقل في مكنوننا المستور. الدولة الفرنسية نموذج في العالم للدولة الإيغو سنتر، المركزية الذات. لا يمكن تحت طائلة القانون لنائب برلماني أن يتكلم تحت قبة البرلمان الفرنسي لبالي بوربون بغير اللغة الفرنسية. هناك الألزاسيون، هناك اللوري، وهناك البريتان، وهناك البروفنسال، ومع هذا لا يستطيعون أن يتكلموا بغير اللغة الفرنسية. وهنا في المقلب الآخر يطلب منا أن ما هو سبب ذلك، ما هو مشكلة، هو دائما ما هي مشكلة هي المشكلة. إذا كان لا يشكل مشكلة فليرينا الآخر كيف يعالجه. نحن لسنا بدعا من البشر. الإنجليزية لغة رسمية الإنجليز، الفرنسية لغة رسمية الفرنسية، الصينية لغة مقدسة. المطلوب هو يعني تفعيل هذا الترسيم، تفعيل هذا الترسيم، اتخاذ قوانين مطبقة، ما يسمى القانون المطبق للمادة كذا من الدستور. طيب ما عدا الترسيم الجوانب الأخرى التي يعني لا علاقة لها بالترسيم، مثلا المدافعون عن اللغة العربية المهتمون بها حاملو لوائها، هل فعلا الدوم عليهم؟ سؤال جميل. ماذا عليهم في العهد في الديمقراطية وفي التناول السلمي على السلطة من ناحية نظرية؟ المطلوب في كفاحك أن تعبر عن رأيك وأن تعمل من أجله. أنت لا تملك القرار. قضية اللغة العربية اليوم قضية نظام، قضية اللغة العربية في المغرب قضية نظام، قضية اللغة المغربية في مصر قضية نظام، لأن هذا لا يتطلب أكثر من جرة قلم. صحيح أن على الحاكم أن يزن جرة القلم
اقتصاديا وثقافيا وسياسيا ودينيا ودوليا، صحيح هذا عليه، لكن لم نشهد دولة يقام عليها الحد والعلمي الحد الدولي لأنها رسمت لغتها أو استعملت لغتها. المدافعون عن اللغة العربية، وكلكم مدافعون عن اللغة العربية، لا تملكون أكثر مما تفعلون. نحن ماذا نفعل ونحن مقصرون دائما؟ ماذا نفعل في هذه المناسبات وفي غير مناسبة؟ نقيم الدراسات، نرفع عقيلتنا بالتنديد، نرفع عقيلتنا بالاستنكار، وهذا حد ما يمكن. تعرف أن مراحل استنكارية المنكر تعرف عددها، ونحن بحكم الديمقراطية التي نعيش في العالم هذا، الدراعة المهلهلة اللي قال للديمقراطية تقتضي أنك تقول ذلك، تقول رأيك. وصحيح أن الديمقراطية الأم في الغرب تعطيك القدرة والحق في أن تقول، ولكنها لا تعطيك القدرة ولا الحق في أن تغصبها على أن تفعل. عبر كما لو كان التعبير غاية في حد ذاته. الديمقراطية الغربية مبنية على أساس واحد، القادر يفعل ما يشاء والضعيف يستسلم. الديمقراطية الغربية هي أن يفعل صاحب رأس المال ما يشاء بما فيه الاستيلاء على البلد. من قيام دولة شذاذ الآفاق في أمريكا، وأمريكا محكومة بحزبين، ومع هذا لا أحد يستنكر أن التداول يتم ما بين الديمقراطي والجمهوري. ما المطلوب إذن دكتور؟ مطلوب أن نعمل من أجل اللغة العربية، مطلوب أن نقف ذات صباح على سطوح المنازل، ومن ليس لديه سطح أن يقف أمام البيت ويقول العربية العربية العربية، الترسيم 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 الترسيم. هناك في تشيلي حكم سقط بسبب الطناشر، خرجت ربات المنازل بطناشرها، ما فيش خبز، المرفه لا يتحمل الإيقاظ في غير وقته، عذابه أن توقظه قبل الوقت. اللغة العربية مصيبتها في أهلها. اليوم لدينا نموذج أسميه للأسف، أسميه المثقف القرد، حاشا، إنتاج مرحلة معينة من التعريب العشوائي، وأسميه التعريب العشوائي، التعريب الذي يهدف من ورائه إلى كسب إمعيين سنوات التسعينيات. جيل مكون بلغة عربية مهلهلة، الآن من تولى منه منصبا تكون عقدته أن يتكلم اللغة الأجنبية، الخاسر الفاضح، لا هو يتقن الفرنسية ليتكلم بها، ولا هو يعود إلى اللغة التي تكون بها ويتكلمها. عقدة نو سفرة، هذه مصيبتنا، مصيبة الإنسان في هذا المنكب البرزخي، القدرة على التخلص من الثوابت والعودة إليها متى كانت مهمة، متى كانت دفعا أو رفعا. مشكلة اللغة العربية مع من يتكلمها كلغة وحيدة ويخجل منها ويحاول أن يتكلم ما لا يعرف، يهرف بما لا يعرف. عقدتنا فينا ما هو مهم، خلي عنك سياسة، ما هو مهم عقلية، ما هو مهم خلي عنك، خليه يوخذ، خليه يمشي، ما معاه الإحساس بالمسؤولية عن الوطن ولا عن المقدسات. مشكلتنا فينا لا في اللغة. تمام. إلى هنا مشاهدينا الكرام نصل نهاية هذه الحلقة من برنامجكم المشهد. باسمكم جميعا نشكر ضيفنا الأديبة والشاعرة متنبي موريتانيا الدكتور ناجي محمد الإمام.
شكرا لكم أنتم أيضا مشاهدين الكرام على المتابعة. هذه تحياتي وتحيات فريق العمل، إلى أن نلقاكم في حلقة أخرى قادمة من برنامج المشهد، لكم تحايانا جميعا، السلام عليكم.